وصل يا فندينا. مين؟ انا مستني الف واحد. ضباط حملة المكسيك. دخلهم. بك باشي محمد افندي الماسي. صاغ افندينا. ده كان زمان. من دقيقة انت ترقيت محمد افندي. نشكر اياديك علينا. بالعكس يا محمد افندي. انتوا اللي لازم تشكروا. انتوا حاربتوا من غير قضية خالص. يعني ايه تروحوا المكسيك تحاربوا مع ماكسيميليان؟ هو مش كان اسمه كده؟ تمام يا افندينا. مهزلة. ومع ذلك كنتوا رجالة، أثبتوا قدراتكم. أنا بقى عاوزها في الجد، في قضية حقيقية، قضية تخصنا، تخص البلد دي، مكسيك. تحاربوا في المكسيك. إحنا سهام في إيدين أفندينا. وجهنا وحتشوف إحنا هنعمل إيه. أنا عارف وحعرف أكتر لما تحكي لي كل حاجة حصلت في المكسيك. أنا كاتب تقرير. حارة طبعا، بس أحب أعرف منك أنت كل حاجة. أنا تحت أمر أفندينا. يا جماعة، أنتوا كنتوا ضحية مؤامرة فرنسية. فرنسا بتدافع عن وجودها في المكسيك، إحنا مالنا؟ جلالة الإمبراطور نابليون الثالث قابلنا في باريس وهنانا باللي قدمناه في المكسيك وأنعم علينا ببعض الأوسمة، لكن ده ما ينفيش الحقيقة اللي أكدها مولاي ولي النعم، إن دي مؤامرة فرنسية. وإذا سمح لي مولاي أتكلم، هقول إن قمة المؤامرة الفرنسية هي حفر الكنال. دي أمور سياسية معقدة، ومع ذلك هنتكلم فيها مرة تانية. وعلى فكرة أنا لازم أنعم عليكم بأوسمة. شمعنا إمبراطور فرنسا؟ حمزة الحلواني يحيي العظام وهي رميم. ازيك يا حمزة فندي؟ الله يسلمك يا سيد الارض. سيد الناس، اسمي سيد الناس. طيب لا مؤاخذة يا ابني، انا معرفكش. ده المعلم محمد شعبان الانونجي. اهلا وسهلا يا معلم. ازيك يا ربيع؟ عقبالنا. ربيع دلوقتي بقى من الاعيان. ما تتفضل تقعد يا حمزة فندي. لا معلش يا معلم، انا اصل لسه عايز اشوف سلامة، وانا راجع هبقى عاد عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دي باينها مش هتفرق. ايوه عاوز مني يا اخويا؟ عاوز سلام. سلام الحلواني. مين يا فتيه؟ واحد يقول عاوز سلام الحلواني. نعم. سلام حمزة. وحشني يا حمزة. وحشني يا سلامة. معقول يا حمزة؟ خمس سنين لا حس ولا خبر، ده احنا افتكرناك ألف بعد الشر موت. وحشني يا سلامة، وحشني كلكم. وحشني ده ايه يا اخي؟ يا كوكب، يا كوكب، حمزة الحلواني هنا يا كوكب. ادخل تعالى. خير يا سيد؟ مش عايزين النهاردة. مش سمعتني لما قلتلك مش عايزين النهاردة؟ ايوة سمعتك، عدم المؤاخذة بدي الكلمة. مش ده بيت المعلم محمد شعبان؟ قول كده من الصبح. ابويا بعد دول نزل. بعد دول ايه؟ دول بتوعاني. ابوك ما بعدش حاجة. انا بس اذا كان المعلم محمد شعبان هنا ولا لا؟ لا مش هنا، طرقنا. الا انت هتتمقلتي علي. بلاش هو، اسال عتان سيد القرد. سيد الناس. هو سيد الناس ساكن هنا؟ لا يا ست، بس هو قال لي قاضي يا ربيع يا باه ناس، لو تهت منك وحبيت تلقاني قسمنا اربع حيط. يا تلاقيني على القهوه، يا في بيته، يا في بيت المعلم محمد شعبان، يا امتى بقى في بيت عبد الحمول. بيت مين؟ واني
هو انا قلت بيت مين؟ قلت بيت سعب الحمولي. انا قلت كده؟ قلت كده يا والا عليا انا؟ هو الواحد بيفتكر ايه ولا ايه؟ دي الدنيا لقطة، ده حاجة لقصة قوي، ده انا اللي جرالي النهاردة لا ينحكي ولا ينقال، وانا ماشي بالكتاكيت فجم مسكوني. بس اسكت خالص. انت قلت سيد بيقعد مع سي عبد الحمولي صح؟ صح. معترف؟ اعترف بايه؟ هو انا فاكر هو قال لي ايه؟ ولا انا قلت ايه؟ ولما هو قال لي انا فهمت هو قال لي ايه؟ افرض ان انا فهمت هو قال لي ايه؟ وجيت قلت لك، انت عارف انا قلت لك ايه؟ ولا انت قلت لي ايه؟ ده نخلط، ده زيط، ده عالم ملخبط. اسكت خالص، اسكت شويه عايز اتكلم. انت تعرفه منين؟ ايه اللي اعرفه منين؟ زي ما تقولي كده بلديات يعني. لو انت من طنطا؟ قال لا، هو سي السيد قال لكم ان هو من طنطا؟ اله عليا وعلى عيشتي، مش بسال على سي السيد يا راجل، انا بسال على سي عبده. ماله؟ اعرفه يعني؟ اعرفه، فنان عليه صوت بسم الله ما شاء الله، حنجره ايه؟ بس اسكت، انت هتعرفني بسي عبده وصوت سي عبده؟ لا طبعا. انا بسال يعني ايه علاقه سيد بسي عبده الحمولي؟ اللي ايه يعني؟ علاقتهم ببعض يعني؟ لا اله الا الله، علاقه عاديه زي علاقه انا وانتي بالفنان سي عبده الحمولي. لا يا فالح، ما احنا علاقتنا بسي عبده ما كانتش علاقه عاديه خالص. امال ايه؟ استعبط يا ولا استعبط. انا اللي هستعبط ولا حاجه؟ انا جاي وجايب معايا فراخ، تشتري ولا ما تشتريش؟ مش عايزه ما تشتريش خلاص. انت هتلبسيني تهمه وتقولي لي تعرفه منين وايه العلاقه؟ سي حمزه. مرات اخويا. ازيك يا سي حمزه؟ ازيك انت؟ يا دي الهنا يا دي النور يا اولاد. اتفضل يا اخويا استريح. اهدى كده يا سي حمزه، تقطع بينا السنين دي كلها غصب عني، غصب عني مرات اخويا. طب والله ليك وحشه يا سي حمزه. طب ده احنا يوماتي في سيرتك انا وسي سلام، ولا سي سلام كل يوم يقول يا كوكب انا وحشني حمزه قوي، ولا انا كان قلبي متقطع عشانك؟ ده انا اللي كانت الغربه بتاكل في قلبي. شربات لوز يا كوكب ومن احسن صنف، واتقنيه يعني، خذي وقتك بس ما تقعدناش على نربك. من هنيا الاثنين وانا في ديك الساعه، ده انا هحط الشربات لوز كله والسكر كمان. طمني. ها احكي لي بقى من اول ما ركبت الغليون لغايه ما رجعت. انا اللي احكي لك؟ ده انت اللي تحكي لي. قول لي اخبار الكبير ايه؟ شلش كويس. خف؟ لا، وهو المرض ده حد بيخف منه؟ الفالج مالوش علاج، بس اهو كويس. وزي مريم وحفصه؟ حفصه كويسه ومريم كويس، يعني كلهم كويسين. كويسين؟ بتشوفهم؟ والحقيقه في الفتره الماضيه انا كنت مشغول بقضايا الفرمه، عملت اتصالات على اعلى مستوى وحققنا بعض المكاسب، اهمها ان افندينا اصبح متفاهم معانا الى حد ما، لكن اتضح ان البلد دي ما بيحكمهاش افندينا لوحده. حصلنا على بعض المكاسب، اعدنا بعض الاراضي لبعض الفلاحين، ولكن يبقى النزاع على بوابه الحلواني. شربت والمشكله في بوابه الحلواني ان مختار به الكاشف دخلنا في متاهه. اسكت يا سي حمزه، مش انا سمعت ان مختار بيه اتجوز ساكنه بيه؟ ايوه يا اخويا، اتجوزها على افتخار هاني. ملناش دعوه بالحاجات دي. اكيد اتجوزوا، هم بيقولوا. بس انا قلت الكوكب ما تجيبش سيره لوداد هاني مبشتك. اما انت ما تعرفش. اصل احنا في الفتره اللي فاتت عقدنا صلات باكابر الناس علشان قضايا الفرمه برضه، مثلا شريف بيه، هو صحيح اخو مختار بيه الكاشف، لكن ده حاجه وده حاجه تانية خالص. ولا زوجته وداد هاني بشتك، ادب ايه؟ ذوق ايه؟ رقه ايه؟ ولا مشيتها؟ المهم انها متفهمه لمشاكلنا. اسمع، انت متاكد انهم اتجوزوا؟ هم مين؟ مختار بيه وساكنه بيه. وانت مهتم بالموضوع ده قوي ليه؟ طبعا اذنكم. على فين؟ عندي مشوار مهم قوي. سلام عليكم. كويس ان القهوه صفصفت علينا. ليه بقى يا سيد؟ يا اخويا انا تعبت. تعبت؟ تعبت من ايه؟ مصر المحروسه دي قاسيه ناشفه قوي، امر من البلد بكتير.
ده نفس الكلام اللي انا قلته لما جيت من الفرمة لمصر المحروسة. انما انت تقوله ليه؟ دي مزهزهة معاك. انا ما بنكرش. اسمعين يا فندي، اولا اسمه اسماعيل بيه، ثانيا مش اسماعيل بيه لوحده. اسماعيل الدنيا قاست عليه زي حالاتنا كده، ولما حلوت له اتجنن. صدقت اتجنن قوي. لا وجنانه الحامي دي ما يجيش غير عليا يعني بالذات. ازاي؟ مش مهم ازاي. والعمل؟ انا بقول ناخد بعضنا انا وانت ونرجع على الفرم. ايد ورا وايد قدام، ده احنا نبقى ملطشة للجميع. والله صدقت هنبقى ملطشة صحيح. انا وانت وقعنا في الشبكة ولازم نعافر ونعاتل لحد ما نخرج منها او نعمل اي حاجة. من فضلك حضرة الصاغ محمد الماسي ما جاش هنا النهارده؟ كان هنا من شويه ومش ما تعرفش راح فين؟ لا ما قالش. طيب متشكر. على فكره دلوقتي بقى بكباشي مصاغ. شكرا. مساء الخير يا ست. الله الله في ايه؟ لا 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 دي بهدله بقى. أهلاً. دي اهانه. الله 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 في ايه؟ في ايه يا معلم شعبان؟ يابا الراجل ده خاين، الراجل ده خان الامانه. امانه ايه؟ والله ما خدت حاجه من حد. يابا جزات اللي يخون الامانه يبقى ايه؟ انا مش فاهم حاجه. رد عليا الاول. اللي يخون الامانه جزاته ايه؟ انت بنتي عايزه تفقديني؟ عامله من عمايلك دي واروح فيها؟ اهو بعد الشر عليك، الف بعد الشر عليك. اللي هيروح فيها ويتفقد اللي واقف قدامك ده اهو. اشهد ان لا اله الا الله. يابا الراجل ده جاسوس علينا. انا؟ لا يا سنيه، انا متفق معاه يشتغل مع عبده. هو كمان بيشتغل مع عبده؟ امال ايه؟ بموافقتي. امال هعرف اخبار عبده ازاي؟ يا ست سنيه انا معلمي الوحيد المعلم محمد شعبان، ولو كنت جاسوس ابقى جاسوس على سعبده. طب ليه ما قلتوليش؟ الكتمان اهم حاجه في الجاسوسيه. تبقى عارف اخبار عبده؟ طبعا. هتحكيها لي خبر خبر. واضح ان احنا ظلمنا الراجل. ممكن، لكن الاكتر من كده ان احنا ما فهمناهوش. ليه دايما ما بنفهمش الناس خصوصا اذا كانوا قريبين مننا؟ بقول لكم ايه، انا حنام وانتوا خدوا راحتكم. تصبحوا على خير. وانت من اهل الخير يا ابو. انت من اهل الخير. جرى ايه يا راضيه؟ مش هنسمع النهارده ولا ايه؟ وما تسمعش ليه يا سعاده البيه؟ بقى ذهبية ساكنة بيه اللي كلها سامع، تيجي لحدك وما تسمعش؟ اسم الله على سامعك. تهنينا ألمز الليله دي لحد ما ساكنة بيه تجهز. معلش أصلي صوتي تعبان النهاردة شوية. جرية بشوات، جرية بهوات، مش كده أمال؟ يوه مش معقول يا مختار اللي انت بتقوله ده. خليك معقول بقى. ادخل. جرائي هي ساكنة بيه؟ الجماعة يا اختي عايزين يسمعوا. انا قلت حكاية المغنى دي ملهاش داعي. وبعدين معاك يا مختار، حكاية المغنى دي مش جديدة عليك، انت عارف كل حاجة ومتفقين على كده قبل الجواز. يا ستي انا عايزك تغني لي انا لوحدي. حاضر يا حبيبي انا هغني لك ولوحدك، بس مش دلوقتي. وبعدين ما يصحش، لازم اطلع قبل الناس اللي جم برا دول. عجبك كده يا راضية؟ هو ايه اللي عاجبني يا سعاده البيه؟ معزه البيه قالت لك انت واخدها على كده ولا انت مش واخدها على كده؟ ايوه بس انا زهقت، انا عايز واحده تتفرغني، مش واحده كل الناس بتشاركني فيها. سمع، عايزين سمع. وبعدين معاكوا بقى يا جماعه، اعمل ايه؟ مش معقول كده، ارحموني شويه. هو انا امشي اسمع سمع؟
اقعد اسمع سمع، اتكلم اسمع سمع، مش عارفه اعمل ايه. بلاش النهارده بصراحه. لا طب اقول ايه؟ حاضر، من عينيا الاثنين. ثواني. يلا يا بنات. حاضر. بسرعه كده، طقطوقه صغيره من الطقطيق بتاعتنا علشان مختار بيه زعلان شويه. حاضر يا عزيزه الباشا. نعم أفندم، طلباتك يا سيدي أفندي. أنا كنت طلبت من الهانم. قصده عليا أنا الهانم. طبعا، ما أنت هانم يعني. أفندم طلباتك، كنت عاوز إيه بقى من الهانم دي؟ عايز أسمع عزتك. باردون، كراسي اللي جوه كلها مشغولة يعني، كل كرسي قاعد عليه صاحبه. طيب أنا ممكن أقعد على الأرض. برضو الأرض والسلالم مشغولة يعني. يبقى أسمع وأنا واقف. الله، ده أنت لحوح قوي يا سلفانت. بس عايز أقولك حاجة، مش دايما اللحوح يقدر يوصل لطلب. يا ساكنة بيه، أنا سميها. واللي جوه دول إيه؟ ما بيسمعوش؟ طرش؟ ملهمش ودان؟ العفو بيه، لكن أنا سميها زيهم. أقول لك، ابقى فوت علينا بكرة. أفوت بكرة وبعده، المهم في النهاية يبقى لي شرف إن أنا أسمع حضرتك. إيه، ما ترضي عنه بقى يا ساكنة بيه. أرضى عنه إزاي يا راضية؟ ما أنت عارفة الذهبية جوه مشغولة على الآخر. أها، أنت اللي بتقولي كده؟ سميع، والسميع له خاطر برضه. أما أما أما. حاضر يا راضية. حاضر يا سلافندي. اتفضل. هو أنت اسمك إيه؟ عبدو الحمولي. سعبدو؟ ايه؟ معقول الكلام ده؟ انت هو سعبدو الحمولي اللي صوته ماشي في البلد زي مية النيل؟ يا نهار ابيض ومطرز بلولي. اتفضل اتفضل يا جماعة. انا الليلة دي اللي حقول سمع هس، علشان الليلة عندنا ضيف عزيز، ضيف جديد وعزيز، وضيفنا مطرب، هو اللي بينور ليالي الطرب الايام دي. يعني ضيفنا مطرب وسميع، سعبدو الحمولي. شقف يا بيه، شقف يا باشا. انا عندي اقتراح، ساكنه بيه تغني دور، وسعبدو الحمولي يغني دور، وألماس تغني دور. الله، انا ساكنة بيه ممكن اغني النهاردة دور علشان خاطر سعبدو الحمولي ضفنا؟ ممكن سعبدو الحمولي ممكن يغني النهاردة عشان خاطركم وخاطري؟ يمكن. انما ألماس تغني ازاي؟ دي واحدة آلاتية في التخت بتاعي، ازاي تغني هي دور وانا دور؟ طبعا انت اللي طلبت منهم كده. ابدا والله. لا يا شيخة، امال هم يعني اللي طلبوا منك؟ انت خلاص مفيش فيكي فايدة، ما عدتيش نفعاني، فضلي برا من هنا، برا برا. يا جماعة الصبح خير. من فضلك من فضلك يا عايزك البيه، انا بكلم واحده مستخدمه من المستخدمين بتوعي، مش عايزه اي حد يتدخل. في ايه يا ألماس؟ انا مش عارفه اعمل ايه، في حالي ومش عاجبه حد. طب ايه بس اللي حصل؟ طردتني ساكنه. انت تعملي فيا كده؟ انت يا ألماس، انت جرالك ايه؟ عايزه تعملي راسك براسي انا ساكنه بيه؟ ان ما وريتك ما تمديش ايدك عليا. كده سيب ايديا بالهداوه. انت بتمسكي ايد البيه؟ معلش. انت بتبجحي فيا انا؟ اهدي بقى يا ساكنه. ايه يا مختار؟ الله، مفيش هداوه. البنت دي انا طردتها من هنا، بره بره. وانا مش قاعده هنا ثانيه. بره ليه كده بس؟
طيب يا جماعة أنا ماشي بقى، سلام عليكم. أنا بقترح إن سي عبدو يغني لنا. معقول الكلام ده؟ أنا ضيف زي زيكم. على الأقل عشان نغير الجو اللي احنا فيه ده. كلام مظبوط. طيب لله والسلام لله لو قلوب ضاقت.
انت مجنونة يا ساكنة؟ اه مجنونة؟ ازاي تسيب البنت دي تخرج من هنا؟ مجنونة؟ طب ما تخرج وانا يهمني ايه؟ انا ولا يهمني حاجة، انتوا اللي تخافوا عشان الست الهنم بتاعتك هي اللي خطفتها، يبقى انتوا اللي تخاف. انما انا خاف ليه؟ اه على رأيك. انت عايز تقول يا مختار ان البنت دي ممكن تنافسني؟ لا انا ما قلتش كده. طبعا مش ممكن تنافسني. ازاي تطلع ايه دي علشان تنافسني؟ اه فعلا تطلع ايه؟ معقولة يا مختار؟ معقولة الناس تسيبني انا ساكنة بيه اللي خدت البكوية رسمي في مصر المحروسة وبر الشام كله، وتسمع عيلة زي دي؟ لا لا مش معقول طبعا. بس البنت دي خطيرة، خطيرة يا مختار. البنت دي تعرف كل أسراري. أسرار إيه؟ أسرار شغلي. وشغلك فيه أسرار؟ طبعا يا مختار، أنا شغلي كله أسرار. انت ليه بتستهين بشغلي؟ انت ليه يا مختار بتستهين بي؟ ساكنة انا سكت خالص. البنت دي حرامية. يلا بينا يا مختار بيه. يلا بينا فين بس يا ساكنة؟ ده منتهى الجنان. جنان؟ امال مجوهراتي راحت فين؟ صيغتي راحت فين؟ مفيش غيرها، هي اللي خدتها، هي اللي سرقتها. يا ساكنة بيه، يا مختار بيه، لو ما جيتش معايا دلوقتي علشان نبلغ عن البنت دي، انا اللي هروح بنفسي وابلغ عنها. حضرة البكباشي حمزة دايخ عليك من الصبح. عرفت ازاي ان انا هنا؟ بالفراسة، بس الفراسة المتأخرة. عرفت من مين ان انا بقيت بكباشي؟ ساكنة بيتجوزت. اتجوزت؟ اختار بيه الكاشف. صباح الخير يا اصيل. قومي يا دناي، جبت لك الفطار. لا حول الله يا ربي، ايه يا مرمي اللي بتعمليه ده؟ بس اللي بعمله بقى. بقول لك ايه يا حفصه، امان الليله دي شفت لك منام، انما ايه حلو قوي. خير يا مرمي؟ خير يا اختي. بقى ايه والصلاه على النبي؟ شفت حمزة جاي علينا بلبس الجهادية، إنما إيه وشه منور وبيضحك، وأول ما شافني سأل حفصة فين يا مرات أخوي؟ أصله ما يعرفش إني ما عدتش مرات أخوه. أيوة، في ناس بتقول إن حملة المكسيك دي رجعت، ولو رجعت يبقى أكيد حمزة معاه. ده لو كان عايش بقى. يوه، بقولك يا اختي لسه شايفاه في المنام. اسمع منك ربنا يا مريم. طيب اروح اني بقى عشان افطر الكبير.
ايه؟ في حاجة يا أم أصيلة؟ ايوه يا شلش، بقول ابعتني للشيخ سعيد ولا تبعت له انت؟ الشيخ سعيد؟ الشيخ سعيد مين؟ المأذون. ما هو انت طلقتني، لا عرفت ازاي ولا ليه، واني بقى زهقت من الوضع ده وعايز ارجع. عيب اللي بيحصل ده يا شلش. حاضر يا مريم، حاضر، ابعتي للشيخ سعيد. التس صديقي مسيو فرديناند اللي سابس، مش عايز اعطل سموك كتير، جاي اقدم تقرير عن عمل في كانال. مطمئن؟ مطمئن التس. تعرف مسيو دي لسابس، انا بعتزي جدا بدور فرنسا في الكانال. ده يشرفني افندينا. انا اتعلمت في فرنسا حضارة، علم، ثقافة، نور. باغيم مسيو دي لسابس هي عقل الدنيا وقلبها، لكن للأسف لازم اتعامل مع فرنسا زي ما بتعامل مع اي بلد تاني. ازاي؟ انا ما عنديش حرية كاملة، سلطاتي كلها من الباب العالي، كل قرار لازم اخد عليه موافقة من اسطنبول. انا لو عندي حرية اكتر كان لازم اتعامل مع فرنسا بطريقة احسن من كده بكتير. رأي زي ده يسعد مولاي امبرور. اكيد هو عارف تفكيري، لكن وماله، لو جت فرصة اشرح له ان ايدي ممدودة لفرنسا لكن بيني وبينها العثمانية. رأي زي ده لازم اوصله لجلالة امبرور فورا. وايه بقى تقريرك عن الكنال؟ احنا قطعنا شوط كبير في عمل حفر واعدنا ترعة لتوصيل مياه، واعتقد انه في وقت قصير ممكن نحدد معاد افتتاح. لقد عقدت لك مرتين يا كبير، والله فرحتي هذه المرة اكبر من المرة اللي فاتت. ست مؤصيلة، ست الستات، هذه هي السيدة الفاضلة فعلا. كان نفسي اخويا حمزة يكون هنا. ربنا يا سيدي رد غيبته، ده اجره كبير قوي يا كبيرنا، لانه بيجاهد في بلاد ظلم. امال اللي احنا فيه ده يبقى ايه؟ على رأيك. على كل حال الشائعات بتقول ان حملة المكسيك رجعت، يبقى كلها كام يوم ويجيلنا. ولا يقعد في مصر المحروسة زي اخوه سلامة. انا مش عارف احنا ايه اللي حصل لنا. افندينا مزوغ على فين يا اسماعيل؟ لسه بدري. انا كنت رايح وزارة الداخلية يا افندينا. مكاتب بتاعتك كترت في خدمة افندينا. ما كنتش اعرف انك من اللي بيحبوا المكاتب. وانا فعلا ما بحبهاش. يا راجل انت عندك كام مكتب دلوقتي؟ ما دي كراهية يا افندينا، ما بقدرش استقر في مكان واحد ابدا. عارف مين كان عندي دلوقتي؟ دالي سابس. ايه ده؟ انت بتراقبني يا اسماعيل؟ مقابلة افندينا لدالي سابس على الصبح عجوبة، كل الناس بتراقبها. الراجل ده مش وحش للدرجة دي. امال وحش لانهي درجة؟ النهاردة بلغني ان الكنال قربت تنتهي. انا عاوز ايه يا اسماعيل؟ افندينا انا مانيش عارف انا عايز ايه، ازاي بس هعرف ولي النعم عايز ايه؟ ليك حق، انا عاوز حاجات كتير، لكن اهم الحاجات دي ان مصر تستقل عن الباب العالي. الحيطان لها ودان يا افندينا. وان مصر تبقى قطعة من اوروبا. احنا تقدمنا في فترة حكم افندينا اكتر من 100 سنة. ركز معايا يا اسماعيل، افتتاح الكنال فرصة لايه؟ اننا نوصل لاهدافنا. وعشان نوصل لها لازم نعمل ايه؟ نعمل احتفالات ما حصلتش. هي دي يا اسماعيل، دي فرصة كبيرة عشان نوصل للعالم اللي احنا عاوزين نوصله.
نسيب الفرصة دي؟ ده احنا حتى نبقى غلطانين. عاوزك بدماغك العبقري ده تفكرني في ترتيب يجنن العالم وفي نفس الوقت يوصلنا لأهدافنا. سيد أفندي. أفندي؟ أيوه أفندي. سيد أفندي، سيد الناس أفندي، أي خدمة؟ ممكن تيجي معايا؟ على فين؟ مشوار صغير. بقول لك إيه، اسمك إيه؟ يا تبين كلامك يا ما أنتش طالع من الحتة اللي شبه بني آدم. إسماعيل بيه عايزك. إسماعيل بيه مين؟ البلد ما هي مليانة إسماعيلات دلوقتي. إسماعيل بيه صديق. الله، ده صاحبي، ده حبيبي. طب ما هو متعود يجي القهوة، ما جاش معاك القهوة ليه؟ اوعى يكون في مشكلة. ما اعرفش. اقول لك يمكن يكون واقع في ورطة وعايزنا خلاص منها. يلا بينا. بقول يا سيد، محسوبك. احنا على فين؟ على مكتب اسماعيل بيه صديق. بس ده مش مكتب اسماعيل بيه صديق. ما دوكها انا عارفه، وياما رحت له فيه، حاكم انا صاحبه. ده مكتب تاني. بقى له مكتبين؟ سبحان المعطي. اعمل فيك ايه يا سيد؟ اعمل فيك ايه؟ في ايه يا اسماعيل بيه؟ واحنا كمننا اصحاب تقوم تحرجني للدرجه دي؟ انا ازاي بس؟ انت اسمك ايه؟ شفت؟ شفت؟ اديك عرفت غلطتك بنفسك. وانا مالي يا اسماعيل بيه؟ هو انا اللي سميت نفسي؟ ايوه، انت اللي سميت نفسك سيد الناس وبتتعامل بيه كمان. طب وايه يعني؟ وايه يعني؟ الاسم ده يخص مين لا مؤاخذه؟ يخصنا انا؟ ها؟ انا بقى اسمي نفسي سيد الناس، سيد الكل، انت دخلك ايه لا مؤاخذه؟ ما هي دي الفوضى اللي افندينا عايز يغيرها. افندينا عايز يغير اسمي؟ بالعكس، هو مش عايزك تغير اسمك. اسماعيل بيه ارحم مخي، افندينا ماله مال اسمي؟ افندينا عايز كل حاجه بنظام. الداخليه بلغته انك غيرت اسمك؟ زعل. انا هرجع الفرمة تاني. انا ما كنتش اعرف ان العيشه صعبه كده في مصر المحروسه. بس هو عايزك في مصر المحروسه. هو افندينا ده ما وراهوش غيري؟ وعايزك تتجوز سنيه. سنيه؟ سنيه مين؟ سنيه يا ساي، سنيه. سنيه؟ سنيه شعبان؟ انا اتجوز سنيه شعبان ليه؟ اوامره. قول له بقى سيد مش عايز يتجوز سنيه شعبان. انا ما اقدرش اقول له. قول له انت. ايه؟ تحب تقول له بنفسك؟ لا 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 لا. وعلى ايه؟ عظيم يا سيد، موفق باذن الله، اتكل. سيد قول للمأذون يكتب العقد باسم سيد القرد. فاهم؟